السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصة بتاعتنا النهاردة بقلم المستمع الكريم عصام الدين محمد شلبي بعنوان السيارة، وبيقول: القصة دي على قد ما هي غريبة وتفسيرها مجهول بالنسبة لي، وانك مهما سمعت هيفضل في فرق ما بين انك تسمع وانك تعيش التجربة بنفسك. انا عشت التجربة اللي خلتني تقريبا اكره جميع انواع السيارات وموديلاتها. ليه بقول كده؟ ده اللي هتعرفه كمان شوية. انا الحمد لله ميسر الحال جدا، متخرج من هندسة بترول بقالي سنتين، وبحكم الكلية دي شغلي حتم عليا اني اشتغل في اماكن ما فيهاش سكان قوي، يعني معظمها صحاري، مش معظمها، كلها تقريبا كانت تبقى صحاري. من ساعة ما تعينت في الشركة اللي بشتغل فيها كل الاماكن اللي بشتغل فيها دايما كانت بتبقى مهجورة صحراء يعني، وما كانش من السهل عليا ابدا ان انا اروح شغلي وارجع في نفس اليوم، لان المسافة تعتبر مش صغيرة، ده سفر. وعشان كده خدت قرار اني مش هرجع في نفس اليوم ده، وطبعا واحد زيي لسه شغال مقدرش انا على فلوس المواصلات دي، مواصلات السفر دي كل شوية كده. المهم اتفقت مع اخويا الاصغر مني، ومش صغير قوي يعني، وفي كلية حقوق، اتفقت معاه اننا ننزل ندور على عربية تكون على قد الحال. انا حابب اعرفكم على نفسي اكتر. انا عندي 3 اخوات، 2 منهم متجوزين ومسافرين برا مصر، وانا اخويا التالت عايشين لوحدينا هنا في مصر من بعد ما وفاة والدي ووالدتي من 2 سنين الله يرحمه. وللعلم احنا ملناش في حوارات الجن والاشباح اللي دايما بتحكوها عندكم دي، ولا انا حتى من هواة الرعب والقصص وكتابة القصص وكده، لكن الظروف بقى تقول ايه، حطيتني في المكان الغلط. على العموم القصة ابتدت معايا كالاتي. نزلت انا واخويا ندور على عربية في محلات واجنسات، وبعد مجهود طويل جدا لفت انتباهي عربية هي قديمة، لكن اهتمام صاحبها بيها ما يوحش ابدا ان هي قديمة، مش قديمة قديمة كموديل يعني. في لفظ بيطلقوه على العربيات وبيقولوا العربية مرفوعة، ده لفظ بيطلقوه على العربيات اللي هي بتبقى كموديل قديم جدا، ولكن صاحبها بيبقى راكنها في مكان وما بيطلعهاش غير بعد فترة، وده عشان يبين قيمة العربية بتاعت زمان. المهم شكل العربية كان فعلا ما يوحيش ابدا ان هي قديمة، حتى شكل العربية شيك جدا وفخمة، لكن استغربت قوي لما لقيت صاحبها خاسف بتمنها الارض كده. كنت افكر انه هيطلب مبلغ كبير قصاد عربية نادرة زي دي. المهم قلت خلاص يلا مصلحة. لقيته بيقول لي انا مضطر ابيع العربية دي في اقرب وقت عشان هسافر برا مصر، لاني اضطريت انزل بسبب وفاة والدي، وديني هرجع هو بيع العربية والشقة. وسألني لو كان عندي حد يشتري الشقة، رديت وقلت له لا والله معرفش. المهم اتفقنا على السعر الرخيص جدا جدا، ومضينا العقد وكل واحد راح لحاله. طبعا راحة البال اللي كنت فيها ما تتوصفش، لان مشوار العربية ده كان شاغل دماغي قوي. المهم روحنا انا واخويا، وكان بعدها اول اسبوع شغل بعد الاجازة، كنت بوضب حالي عشان انزل الشغل، ونزلت فعلا يوم السبت اول يوم في شهر فبراير 2014. اطمنت على اخويا وقلت له لو حصل حاجة ابقى كلمني على تليفون الشغل، وانا باذن الله كل فترة هاخد اجازة وانزل اقعد معاك. نزلت كانت الساعة حوالي 8:15 الصبح، ركبت العربية واتكلت على الله. المكان كان بعيد جدا عن القاهرة، زي ما قلت لكم اماكن شبه صحراوية، بنروح بناء على تعليمات بتجيلنا ان المنطقة الفلانية هي شغلكم اللي جاي وبنروح.
وانا رايح العربية كانت جميلة جدا، والراديو شغال على ست ام كلثوم، والتكييف كمان اللي رحمني من حر اليوم ده. المهم وصلت الموقع وركنت العربية وبدأت شغلي، والشغل مشي تمام جدا الأسبوع ده كله لحد آخر يوم واللي المفروض هنروح فيه كلنا. وساعتها الإدارة كانت عندنا مقررة حاجتين، يا إما بالنسبة للي مش معاهم وسيلة مواصلات توصلهم يستنوا لحد الصبح والأتوبيس يوصلهم، واللي معاه عربية وعايز يروح يروح. كنا داخلين على الساعة 12 بالليل، وأنا طبعا أخدت عربيتي عشان أروح ومشيت. وانا في السكة حصل حاجة مش عارف ده معناه ايه ولا تفسيره ايه. سمعت صوتي بيتنادى بصوت زي الهمسة كده، الصوت سكت، قلت يمكن بيتهيألي، لكن مفيش دقيقة والصوت رجع تاني. لأ أنا متأكد إني سامع صوت المرة دي. الصوت عمال يروح ويجي، ومع إن الصوت كان زي الهمس إلا إني سامعه كويس وبوضوح. مصدر الصوت كان تحديدا من جوه العربية. فجأة وبدون أي مقدمات ببص في المراية اللي قدامي، لقيت حد قاعد. كان في واحد قاعد في الكنبة اللي ورا. استغرابي من وجوده كان أقل بكتير من خوفي من منظره. عينيه كانت بيضة بالكامل تقريبا، ملامح وشه مش مبينة إذا كان ده راجل كبير ولا شاب. وشه مليان شقوق وخرابيش ودم متجلط، كل ده كوم، وعينيه كانت كوم تاني. في حس الضلمة عينيه كانت منورة زي عينين القطب بالظبط. وقفت العربية بسرعة وبتلفت ورايا، مفيش أي حاجة، مش اي حد قاعد ولا في صوت حد. شكيت في نفسي قلت يمكن من قلة النوم بيتهيألي حاجات، ومشيت بالعربية. ولاحظت ان التكييف والراديو ما بقوش شغالين، غريبة انا كنت مشغلهم من اول الطريق. بس ايه ده، في صوت، صوت قطة، ودي ايه اللي هجيبها هنا دي؟ صوتها كان غريب قوي، مش صوت قطة عادية زي ما بنسمع الصوت بتاعها. وقفت العربية تاني ونزلت وقعدت ادور ورا الكراسي، قلبت العربية ما لقيتهاش. ركبت العربية واتلفت جنبي، اللحظة لقيت قطة سودا قاعدة في ثبات تام وبتبصلي. بصيتها ليه كانت كلها غضب وعنف، انا مش فاهم ده ايه. قعدت اقول في سري اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بك ربي من الناس، اعوذ بك ربي الا يحضرهم. بدأت تغضب أكتر وكأنها مش عايزة أنطق خالص. قريت بعض آيات القرآن اللي أنا عارفها، وهي زي ما هي موجودة. فجأة لقيت الموبايل رن وكان أخويا. بصيت الموبايل ثانية واتلفت ما لقيتهاش. رديت على أخويا قلت له أيوة يا إسلام في حاجة؟ قال لي لا يا حبيبي مفيش، انا بطمن عليك بس، انت كويس؟ قلت له اه الحمد لله انا كويس، طمني عليك انت يا اسلام.
سلام، محدش بيرد، محدش صرخت في التليفون وقلت يا اسلام يا اسلام رد عليا. دورت العربية وطلعت جري على البيت، وصلت بعد نص ساعة وكانت الساعة حوالي 10:30. طلعت الشقة وقعدت اخبط اخبط كتير لحد ما اسلام فتح، وشكله كان باين عليه النوم. قلت له في ايه يا اسلام؟ قال لي في ايه، في ايه، مال لونك مخطوف كده ليه؟ قلت له انت كويس؟ قال لي اه كويس. قلت له ولما انت كويس ايه الصوت اللي انا سمعته في التليفون ده؟ قال لي صوت ايه؟ قلت له كان في حد بيصرخ وانت صرخت. قال لي انا صرخت؟ ادخل يا عصام ادخل عشان نتكلم جوه. طيب ادخل. دخلنا وقعدت. قال لي امبارح لما كلمتك انا ما صرختش ومحدش صرخ. قلت له امبارح ايه، انا بتكلم على المكالمة اللي كانت من نص ساعة وانا في السكة. قال لي نعم انا ما كلمتكش النهاردة خالص، انا اسف انا انشغلت وجيت من الكلية متأخر وجيت نمت ولسه صاحي اهو. يعني ايه كل ده ما حصلش؟ قال لي انت مالك يا عصام فيك ايه؟ شو مفيش قلة نوم بس مفيش حاجة. بصلي بصة كأنه ما صدقنيش. هو ليه حق ما يصدقنيش. تاني يوم لقيت اخويا جاي بيقول لي بما ان انت اخدت اجازة يبقى ننزل نسهر مع اصحابنا الليلة دي. كنت تعبان بس قلت لا انزل اغير جو احسن. نزلنا بعد المغرب يعني في حدود الساعة 7 كده. دورت العربية لقيت الراديو والتكييف شغالين عادي. بصيت باستغراب مع اني كنت نسيت اللي حصل امبارح، لكن لما اشتغلوا افتكرت. جبت إذاعة القرآن ومشينا. قضينا اليوم ده عادي وكان يوم حلو بصراحة. واحنا مروحين روحنا متأخر شوية، كانت الساعة 2 تقريبا، 2 بالليل. وصلت أصحابي ومشيت أنا وأخويا. واحنا في الطريق لقيت الراديو اللي كان شغال على القرآن قلب لوحده وغير محطات كتير. بصيت لأخويا لقيته منتبه قوي مع اللي بيحصل ومركز. بصيت الراديو بدأ يوطى يوطى، لقيت إسلام بيقرب ودانه من الراديو وبيسمع. الصرخة دي نطرت أخويا لورا، بس انا سمع حاجة تانية. ده صوت واحدة بتتكلم. تقول الحقني. وفجأة الكلام ده اتقلب ولكلام مش مفهوم. قفلت الراديو بسرعة لأني مش عايز أسمع حاجة تاني. لكن الموضوع ما انتهاش لحد كده. لقيت أخويا بيصرخ، بصيت له لقيته بص على المراية. بصيت لقيت واحدة قاعدة بتبتسم ابتسامة أقل ما توحي بيه إن دي واحدة ميتة. أسنانها متكسرة وسودة وعينيها حمرا.
سبت المراية وبصيت لورا، ما لقيتش حاجة، ما فيش حاجة. ما كانش فاضل كتير على البيت، وزودت سرعتي عشان اروح بسرعة واشوف هعمل ايه في العربية دي. واحنا ماشيين سمعت صوت تاني، صوت القطة اللي سمعته قبل كده. بصيت في الكنبة اللي ورا لقيتها، بس ما كانتش لوحدها. لقيت أسرة مكونة من أب وأم وطفلة، كانوا قاعدين ورا. وقاعدين في منتهى الهدوء. لقيت أخويا بيصرخ بصوت عالي بيقول لي حاسب حاسب. ودي كانت آخر كلمة سمعتها، لأني فقدت الوعي. مفوتش غير في المستشفى، لقيت الممرضة واقفة جنبي بتقولي الحمد لله على السلامة. قلت لها أخويا، أخويا فين؟ بصت لي بحزن وقالت لي البقاء لله. قالت الكلمة دي من هنا وأنا انهارت في البكاء من هنا. حاولت أقوم عشان أشوف أخويا لكن ما قدرتش بسبب الألم اللي كان في جسمي كله. أخويا مات بسبب العربية، وأنا اتكسرت واتحجزت في المستشفى برضه بسببها. عدى أكتر من 5 شهور وأنا زي ما أنا لسه قاعد في المستشفى. اتحسنت حالتي شوية واتكتبلي على خروج. واللي في دماغي مين اللي جابنا هنا المستشفى؟ مين؟ نزلت سألت الاستقبال، قالي في واحد ومعاه واحدة وبنت صغيرة، جابوكوا ومشيوا على طول. بدأت بسرعة فلاش باك أفتكر كل حاجة حصلت معايا. مين دول؟ وعملوا كده ليه؟ ولما هما كانوا قاصدين يموتونا ويخلونا نعمل حادثة، ليه جابوني المستشفى؟ خرجت من المستشفى وإذا بالمفاجأة، لقيت العربية واقفة قدام المستشفى. ايه ده بقى؟ طب ازاي؟ سبتها واخدت تاكسي وروحت، وعدى 2 أسبوع على الحال ده. وقررت بعدها اني هنزل الشغل وكلمتهم يبعتولي الاتوبيس يعدي عليا عشان ياخدني. نزلت وبصيت لقيت العربية برضو واقفة قدام العمارة. عملت نفسي مش واخد بالي وركبت الاتوبيس ورحت الشغل. قعدت فترة طويلة جدا هناك بدون ما اخد اجازات. وهنزل اجازة لمين يعني؟ واو، كمان عشان اخلص اللي كان فايتني كله. وخلصت كل حاجة وما كانش في مفر غير اني لازم اخد اجازة. وزي العادة يا جماعة، اللي معاه عربية يتفضل يروح، واللي معهوش يستنى معانا للصبح عشان الأتوبيس يوصل. كل العربيات مشيوا، ولقيت واحد من زملاء العمل يعني بيقول لي ايه يا عم انت مش ناوي توصلني ولا ايه؟ قلت له ايه؟ اوصلك ازاي؟ هو انت شايفني معايا عربية؟ بص لي باستغراب كده وقال لي مش دي عربيتك الحلوة اللي واقفة هناك دي؟ بصيت هي العربية. ودي ايه اللي جابها هنا دي بقى؟ قال لي يلا بقى هتفضل واقف كده؟
قلت له بلاش بلاش احسن لي واحسن لك. بص لي وقال لي انت بتبخل عليا بتوصيله. قلت لنفسي طب وانا اعمل معاه ايه ده؟ طيب قلت له بشرط انت اللي هتسوق. قال لي ماشي مش مشكله يعني اسوق مفيهاش حاجه. ركبنا العربية وانتقلنا عائدين ولكن ليس للمنزل بل للجحيم. في الصباح قرأت الجريدة عن حادث اصطدام بشع بين سيارة وعربة نقل مواد مشتعلة. أسفر عن ذلك الحدث مصرع 4 أشخاص منهم 2 كانوا يرتادون السيارة. نسيت أقول لكم وأعرفكم بنفسي، أنا المهندس عامر بشتغل في إحدى مناطق العمل في الصحراء، وقريت الخبر ده بالصدفة في إحدى الجرائد. عرفت ان في 2 من زملائي في العمل ماتوا في حادث. قررت انا وزملائي اننا لازم نروح نعزي، وفعلا رحنا القاهرة وعزينا اهل زملائنا. واحد كان ليه 2 رجعوا من السفر، وواحد تاني كان والده اخوه الكبير. وانا ماشي لمحت عربية كانت واقفة بعيد، كانت تحفة بصراحة، كان مكتوب عليها للبيع. رحت وطقست كده وعرفت مين صاحبها، وقلت اهو يا ريت اشتريها بدل المرمطه اللي انا فيها دي. وعرفت تمنها رخيص جدا بالنسبه لجمالها، مع انه موديلها قديم شويه بس مش مشكله انا بحب الحاجات دي اصلا. سالته عن سبب بيعها بالثمن ده، قال انه مسافر بره مصر وبيصفي حساباته هنا. ما عندكش حد يشتري الشقه؟ قلت له لا والله معرفش. على العموم ادينا مضينا العقد واخدت العربية وكله تمام.